وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن متابعة الاستخدام الأمثل للتمويلات من شركات وجهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وشهد حفل توقيع إطلاق أول نادي للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وتدشين الهيئة لصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن مبادرة الهيئة للتوعية ونشر الثقافة المالية لكل شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في تلبية تطلعاتهم المستقبلية. احنا تعاوننا يعني في هذا المكان للشباب المصري دور وطني. احنا نمتلك القدرات، ووزارة الشباب والرياضة هي بيت للشباب المصري. عندنا اكسس كبير جدا للشباب وثقة كده مع الشباب. مراكز الشباب الكبيرة هي ميزة كبيرة جدا معانا، لأن هي المجتمع المصري شكله وريحته وطعمه مراكز الشباب في كل مجال ومكان جغرافي وديموغرافي. مراكز الشباب بيئتنا، يعني بيئتنا كده اللي احنا بنحس بيها هي مراكز الشباب. عشان كده الدخول والتطوير والتحدث والإطلاق للمبادرات من بيئتنا في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بنوصل على طول للقلب مع الشباب ومع بيئتنا المختلفة. بنشهد توقيع بروتوكول إضافي ما بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، علشان إن احنا نقدر نستعين بالشباب اللي احنا فعلا قمنا على تدريبه على مختلف الفترات الماضية. يمكن أكثر من 10,000 شاب تدرب من قبل الفنيين والمعنيين من الهيئة العامة للرقابة المالية على مدار السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها. أصبح لديهم معرفة كبيرة بالخدمات المالية غير المصرفية بكافة أنواعها، سواء احنا بنتحدث عن التأمين، بنتحدث عن التمويل الاستهلاكي، بنتحدث عن تمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة وما غيرها من مسائل. في الحقيقة احنا في هيئة الرقابة المالية ابتدينا برنامج لتوعية الشباب وكل فئات المجتمع. بس طبعا زي ما حضراتكم عارفين الشباب دايما هم عماد المجتمع المصري، نسبه طبعا اكتر من 60% من الشباب السكان المصريين من الشباب. فاهتمينا جدا بالشباب وان احنا نوعيهم ونعرفهم يعني ايه خدمات ماليه غير مصرفيه وانشطه ماليه غير مصرفيه. النهارده كان في بروتوكول بيتمضي علشان الشباب دول يبتدوا يدخلوا معانا اكتر في ان هم يبتدوا ينزلوا يشوفوا التمويلات المتناهيه الصغر، الصغيره والمتوسطه ومتناهية الصغر، إذا كانت بتستخدم استخدامات مظبوطة ولا لا. الدورة التدريبية هي معرفة أسواق المال، وبتعمل انتشار في الثقافة المالية وفي انتشار في الثقافة الشبابية بمراكز الشباب. وده البروتوكول اللي تم ما بين هيئة الرقابة المالية وما بين وزارة الشباب والرياضة. إحنا الدفعة الخامسة مدربين معتمدين. فكرة المدرب المعتمد حضرتك إن هو يعرف دور الرقابة المالية إيه ويقدر ينقله لمراكز الشباب.